صباح الخير اللي عندهم صباح ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال ديالكم ديال الدمى، فكل وحده وكيفاش غادي تختار. كاينه الدميه الكبيره والدميه الصغيره. انت والميول ديالك، بغيتي تختاري هذه اختاريها، بغيتي تختاري هذه اختاريها. واللي بغات تختار مثلا هي تحت سن الأربعين، اختاري الدمية الصغيرة، واللي هي من الأربعين فما فوق تختار الدمية الكبيرة. غادي تطرح عليا شي وحدة سؤال وتقول لي دابا أنا 40 فين نختار، الكبيرة ولا الصغيرة؟ اختاري اللي مالت لها قلبك، اللي مال لها قلبك. فهذا ما كان. فغادي نبدأ بالدمية الكبيرة، وإن شاء الله الفال يعجبكم، إن شاء الله تستفدوا لهذا الفال هذا. فهذا الفال ديالكم البنات والسيدات اللي هما فوق سن الأربعين، أو البنات والسيدات اللي مال الاختيار ديالكم للدمية الكبيرة. إن شاء الله فالكم فال خير، إن شاء الله فالكم فال إيجابي، وانتي أحضك مع الفال. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. كنفضل أن تبقوا تطرحوا أسئلة قبل في الذهن ديالكم، ديروا شي سؤال. ممكن أن السؤال اللي طرحته يجي الجواب ديالو في الفال. فقلبك هنا على حفل، على عيد ميلاد، على عقيقة، على زواج، على خطوبة، على عزومة. فهذا هو اللي غادي يكون خاطرك ماشي ليه، أو قلبك عليه هاد الأيام. غادي تكوني كتفكري في الرجل الحنطي، وهو كذلك كيكون كيفكر فيك، وعندك لقاء مع الرجل الحنطي. فالرجل الحنطي هذا يقدر يكون الأب، الإبن، الأخ، الزوج أو الحبيب. فكي كتفكري فيه كيفكر فيك، ومازال عندك معاه لقاء هذا الرجل الحنطي أو مقابل. فكل وحدة وكيفاش غادي يكون عندها هاد الحنطي هذا. فكنشوف الحياة العاطفية ديالكم هاد الست أيام هادي، يعني من هاد اليومين، يعني تمر يومين، يعني اليوم وغدا من رؤيتكم لهاد القراءة الست أيام المقبلة. خلي غير هاد اليومين تمر، وست أيام المقبلة غادي تكون عندكم الأمور العاطفية جيدة. كنشوف عندكم دخول امرأة كبيرة في السن للعتبة، ممكن تكون الحامة أو الأم أو العمة أو الخالة أو الأخت الكبرى، أو هي امرأة تكبركم سنا داخلة لكم للعتبة بجوج درزقات. وكنشوف عندكم هاد الأيام الأمور المسائية فيها حاجات إيجابية، يعني غادي تكوني كتلقاي راحتك في المساء أكثر من الصبح. وكنشوف هنا بالنسبه للعمل كاين عندكم تحركات كثيره في العمل او اشغال كثيره في العمل. كاين اللي عندها امضاءات او امضاء عقد عمل، وعندك تغييرات الى الاحسن في العمل. وكنشوف كذلك هنا اللي كانت كتسال على الرجل الابيض، فالرجل الابيض الا كنتي كتنتظري دخوله للعتبه فمازال غادي يدخل للعتبه. هذا الرجل الابيض كيفكر فيك بزاف وقلبه معك. الا كان هذا الزوج ديالك فكنقول لك باغي معك اطفال، والا كنتي مخاصمه معاه فكاين صلح، وإلا كنتوا انت وياه في البلد البعيد فعندكم عودة إلى الوطن، أو إلا كنتوا في الوطن وكتنتظروا الهجرة أو أوراق من أجل الخروج للخارج، فغادي يكون عندكم هذا الشيء هذا. وكنشوف كذلك البعض فيكم وخصوصا هنا المغتربات عندكم حبيب ثاني أو دخول شخص جديد في الحياة ديالكم. كاين اللي معها هذا الأبيض في العمل وشك أنه يكون كيبغيها، فاللي معها شخص ابيض في العمل وكتقولي واش هذا الشخص هذا كيبغيني او لا، او هو كيشتغل في مصلحه حكوميه او كيلبس لباس خاص، فكنقول لك هذا الشخص الابيض مهتم بك وكيبغيك ونيته صافيه. هذا الابيض هذا
بالنسبه اللي عندها الاسمر فكنقول لك هذا الاسمر دايز بيناتكم اسحار او سحر تفريق، ولكن بالنسبه للنساء او البنات اللي كديري الجلب لهذا الاسمر فراه غادي تجي معاك بالمزيان. هذا الاسمر هذا باغي الاستمراريه معاك، الحب كاين من طرفه، يعني الا كنتي كتسالي وكتقولي واش كيبغيني هذا الاسمر ولا لا، فهو كيبغيك، باغي العيش معاك. الا كان الحبيب ديالك هذا كيفكر في المستقبل، كيفكر في البيت الزوجيه والحياه الزوجيه ومهتم بك بصفه كبيره هذا الانسان هذا. بالنسبه لك انت كتسالي على الحنطي، الحنطي مازال كاين في الخط ديالك، ولكني قلبه وعقله شارد، يعني عنده امور اللي شاغلاه، كيفكر يعيط لك ولكني ما كيلقاش الوقت باش انه يتواصل معك. الا كنتي خايفه وكتقولي واش هذا الحنطي مازال باغي الزواج معايا، واش الاهل ديالو غادي يبغيوني، فكنقول لك ايه الاهل ديالو غادي يوافقوا عليك، وهو مازال عند يعني الكلمه ديالو انه باغي الزواج معك. ولكن كنشوف هذه الايام كاين شوية خلافات بيناتكم او سوء فهم او الاراء ديالكم مختلفة انت والحنطي. فكان هذا الفال ديالكم البنات اللي اختاريتو الدمية الكبيرة، وغادي نشوف الفال ديال البنات اللي اختاروا الدمية الصغيرة. فغادي تكونوا نتوما هذه الدميه الصغيره، البنات اللي اختاروا او البنات والسيدات اللي اختاريتوا الفال ديال الدميه الصغيره، ان شاء الله الفال ديالكم خير وان شاء الله الفال ديالكم ايجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك على الحياه العاطفيه او الحياه الزوجيه، يعني غادي تكوني مهتمه بالرومانسيه بالحب بالعلاقات الغراميه والعاطفيه، غادي تكوني كتفكري في الحاجات الثقيله، ممكن باغية تشري ذهب او سياره او ارض او حاجه الكترونيه او حاجه كهربائيه، غادي تكوني كتفكري او لبس مثلا او اتات. وعندك هنا يا اما ترتيبات غادي ديريها في البيت او تغيير ديكور او اصلاحات غادي تقومي بها في البيت ديالك. خبر هنا السيدات اللي هما حاطين الاوراق ديالهم من اجل الطلاق، فالطلاق ديالك غادي يتم. والفال كيقول لهاد السيدات اللي راكم حاطين الاوراق ديالكم من اجل الطلاق، فتيقول لك الفال الطلاق في الصالح ديالك، يعني من الاحسن انك يعني تطلقي، لان هاد السيد هذا ما غاديش تعيشي معاه مزيان، ممكن عندك فرص في المستقبل مع رجل اخر. كنشوف الاغلبيه فيكم هنا مشتاقين للحب للغرام للعلاقات الحميميه، وغادي يكون هذا الشيء عندك لقاء مع الحبيب او علاقه حميميه مع الزوج، حب غراميات شوق اشتياق، فهاد الامور يعني في الطريق ديالك وارده. وكاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها زواج او اتمام زواج بعد 3 اوقات من رؤيتك لهذا الفال هذا. بالنسبه للحظوظ الماليه كثيره جدا، يعني عندك ارزاق، عندك شراء اشياء اللي هي غاليه. كنشوف كذلك بالنسبه لبعض فيكم عندها عمل جديد او عندكم اشياء جديده في العمل اللي انتم فيه، وعندكم تحركات في العمل او سفر او تغيير عمل او انتقال من عمل لعمل. كنشوف الا كنتي كتسالي على الرجل الابيض، الرجل الابيض كاين في الخط ديالك، باغي يظهر معاك، نيته صافيه هذا الابيض هذا. الا كان في البلاد البعيده كنقول لك الطاقه السلبيه اللي كانت عليه يعني محت، وكيفكر في المجيء لعندك، ونيته كذلك صافيه وباغي يدير معاك اشياء جديده او عندكم اشياء جديده مع هذا الابيض اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده. بصفه عامه الابيض هذا ناوي الرجوع معك للمصالحه، واللي هي كتقول واش كاين زواج، فزواجك يعني قريب قريب مع الابيض، يعني خلال 3 او 5 اوقات غادي يكون عندك معاه عقد قران هذا الابيض، فعندك معاه حاجات اللي هي زوينه، عندك معاه علام الفرح. بالنسبه للاسمر كيشك فيك كيراقبك هذا الاسمر، وغادي يكون يعني
يعني قاصح معك او سلطوي او شديد التعامل معك، كيشك فيك بزاف، راكي مراقبه من طرف هذا الاسمر هذا. وكاين اللي الاسمر دايرين له اسحار، او كاين طرف ثالث اللي كدير له سحر حتى انه يتفارق معك، فانتبهي اللي عندك الاسمر. كنشوف كذلك هنا اللي عندها الحنطي وكتنتظر المجيء ديالو او الدخول ديالو للعتبه، فالدخول ديالو للعتبه غادي يكون هذا الحنطي هذا كيفكر فيك على نجوم الليل، يعني ملي كيحط راسو على المخده كيفكر فيك. مازال عندك عزومه او عراضه او مفاجاه غادي يقدمها لك هذا الحنطي هذا، واللي كتنتظر حمل مع الحنطي، فمازال غادي يكون عندك معاه حمل. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحة والسعادة، تهلاو في راسكم ونلقاكم على خير، وباي باي.